الآن أكدت السعودية أن أمن مصر جزءاً لا يتجزأ من أمنها، معربة عن تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الحدود الغربية من الإرهاب ووقوفها إلى جانب مصر. هذا ودعت السعودية المجتمع الدولي إلى الإطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات مبادرة السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة. أكدت دولة الإمارات على تضامنها ووقوفها إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات في ليبيا. هذا وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، مشيرة إلى حرص القاهرة على حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي وتهيئة الظروف العاجلة لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات العملية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وتطبيق عمليات لمبادرة إعلان القاهرة التي نصت على حل الميليشيات وتسليم سلاحها ووقف التدخل الأجنبي في ليبيا. أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أهمية أن تعمل ليبيا وجيرانها والجهات الفاعلة معا لتعزيز وقف إطلاق النار، وأكدت أورتاغوس دعمها للجهود المصرية للعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وتشمل مجموعة أكبر من الأصوات الليبية، مشددة على إن الولايات المتحدة تدعم رغبة الليبيين في وضع حد للتدخل العسكري الأجنبي والامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى التي تم التعهد بها خلال مؤتمر برلين في يناير الماضي. انطلقت امتحانات الثانوية العامة وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين بأعمال المراقبة من الإصابة بفيروس كورونا. هذا ويؤدي 653,389 طالبا وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية من 10:00 صباحا ولمدة 3 ساعات. من جانبه أعلن دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم توفير الوزارة مراجعة ليلة الامتحان عبر منصة الثانوية العامة مجانا للطلاب حتى انتهاء فترة الامتحانات. أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع إجمالي ضحايا فيروس كورونا المستجد في مصر إلى 53,758 إصابة و2,106 وفيات. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة تسجيل 1,547 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس ووفاة 89 حالة. وأشار مجاهد إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 15,779 حالة، من ضمنهم 14,327 متعافياً.